1348 مترشحا ومترشحة جلسوا لامتحانات مسابقة الدخول في التعليم الفني والمهني بمدينة إنجمينة، حيث أطلق فعاليات المسابقة رسميا المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينة الفريق إبراهيم سعيد محمد برفقة عدد من معاونيه ومدراء بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. وبهذه المناسبة قال مندوب التربية والتعليم بمدينة إنجمينة دونغوس أبراي إنه على الرغم من بعض العقبات إلا أن المسابقة نظمت في الوقت المحدد نتيجة لجهود المعلمين والقائمين على أمر التربية والتعليم، هذا وبعيد إطلاقه لجلسات المسابقة بالثانوية الفنية التجارية. تفقد المندوب العام للحكومة والوفد المرافق له بداية الامتحانات بمركز الثانوية الفنية المهنية، حيث لاحظوا أنها تجرى في أجواء هادئة. إحنا مرتاحين أول شيء، يعني في الطلبة كلهم موجودين الحمد لله، يعني ما فيش أي مشاكل والناس بدوا في بكل هدوء. هنقول لهم يعني بون شانس يعني لأي واحد على أساس ينجح، يعني كان أي زول قرأ في طول السنة بينجح وينجح يعني 100%. ونعيد إلى الأذهان أنه قد جلس لامتحانات مسابقة الدخول للتعليم الفني والمهني هذا العام 18150 مترشحا ومترشحة في جميع ولايات البلاد.